السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا وحنا معكم. شوفوا غتسامحوني كان غبر شي شويه، وليني شوف رمضان ما كنطيبش كل نهار التبدير حرام. باش نخرج معكم من الموضوع صراحه، شوفوا عندك وتشوفوا الطبله عامره تقولوا هذه راه حاطه من الشمال والجنوب، نو راه الفطور بسيط جدا واسهل منه ما كاين، وصراحه في متناول الجميع، فما كلاش نبذروا، ما كلاش نوضوا الكوزينه كما كنقول دائما على واحد المده طويله وحنا واقفين، ما عطاتش هاي الوقت. اوكي سو اليوم غادي نبدا بالعصير. بديت بشلاده، بديت بديك الشيء الخفيف قبل ما ندخلوا للموضوع. كاينه واحد الطريقه ديال التغيير في المونتاج عندي، قلت علاش يا بالي ما نحطش اي بعض من الفوائد ديال كل ماده كنستعمل او كل المواد اللي كنستعمل في المطبخ، حتى اللي ما عرفها شيء او جهلها ماشي عن عدم علم وانما تغافل على معلوماتها، فقلت علاش يا بالي ما نعززوش الاستفاده مع بعضنا صراحه. سو الليمون او البرتقال موجود في كل بيت، الخس موجود في كل بيت، الخيار كذلك ومثال، الفريز على حسب المستطاع، الا ما توفرش عندكم راه الله غالب، راه علينا وعليكم كاملين صراحه. هنايا كما كتشوفوا الوراق الاخرانيين الحافه ديال الخس كنحيدها، كتكون حرشه وكتكون شويه مره، فهذوك كنرميهم. اوكي شوفوا نوعوا في السلطه كما بغيتوا، كما بغيتوا ديروا لها، وليني باش نكونوا زعما واضحين لان السلطه ملي كديريها مع الفروي ما كتكوني محتاجه حتى شي حاجه من الدريسين، لا ديري مايونيز ولا ديري مطقد ولا ديري زيت ولا ديري ملح ولا ديري حتى شي حاجه. العصاره ديال البرتقال مع الخس كافيه جدا، انت في غنى على اي اضافات ولا اي محفظات. يعني صراحه شلاضه والفروي مع بعضهم، ولا لقيتي شي حاجه ديال الزبيب ولا المكسرات تكون احلى واحلى واجمل واصح. اوكي وليني الطبله ديال الفطور ديالي يوميا دائما بسيطه صراحه، ما كنكثرش عليا بزاف، واللي كيشيط ليا كنحطو لغد ليه او كنعدل عليه اضافات، كنعدل عليه شي حويجات او كنزيد عليه شي حويجات، وكنحطو عاوتاني طبله اخرى شويه مشكله. يعني عندنا الليفت اوفر ديال الليله اللي فاتت وكنزيدو عليها، يعني كما كنقولو كنحلقو. اش غادي نقول لكم؟ بالصحه والراحه وشكرا لكم على الدعم. وندوزنا الاناناس. علاش ما درتش الاناناس في السلطه؟ لان انا عندي حساسيه مع الاناناس، اون فوا مجرد ما ناكل الاناناس الباينابل كتولي عندي حساسيه في اللسان ديالي وفي الشفتين ديالي، فاللي بغى الاناناس غادي ياكلها بوحدها والسلطه ديالي غادي تبقى انا في مأمن. اللي عنده شي حساسيه من شي حاجه ما ياكلهاش، واخا تكون عندها الافاده، واخا تسمعوا راه هي عندها البروتين كتير، عندها الفيتامين سي عالي، كتفيد في العظام، كتقوليني شوف اذا عندك حساسيه تجنبيها، ما عندكلاش اللي غتخليك خليها. ممكن تلقاي نفس الفيتامينات نفس المكونات واحد النوع ديال الفروي وحده اخرى، ربي مفرقهم على جميع الرزق اللي عندنا في الدنيا. ايوا هنايا قلت بالي غادي ندير عاوتاني الحوت، هذا هو نفس الحوت اللي درت معكم ديك الهامبرغر فيش، يعني الفيش باتيز، كنحيدو له الجلده كنخليو غير الهبره وغادي نقطعوه مزيان. اليوم وصفه غادي تعجبكم، انا متاكده 100% 100% غادي تجربوها وغادي تعجبكم وغتوليو ديروها ان شاء الله. عندك الحوت وبغيتي تخرجي من القوقعه ديال الولف، ما بغيت نديرو طاجين، ما بغيت نقليه، ما بغيت نسلقو، ما بغيت نبخرو، ديريه تاكو. اي تاكوس كي كتقولوا له،
تاكو تاكو ولا فيش تاكو توداي. المهم هنا كنوجدوا له النغيمه ديالو، كنقولوا نغمه واتاي، هذا راه حوت وفلفله وثومه، والذي يليه الجاي مي غادي تشوفيها وجدات غادي تقولي فعلا هاد الوصفه فاتك، وتنديها وديريها وشوفي علاش كنهضر. طبعا الحال كما معتادين دائما المقله تكون سخونه، مجرد ما كنحطوا فيها زيت البلديه كنحطوا عليها ما تبقى من المقادير اللي هي فلفله، الله يحسن العوان الله يحسن العوان، فلفله غاليه سمعت في البلاد، اجيو تشوفوا هنا غاليه على طول العام بدون تضخم في الاسعار ولا ولا. الفلفله هنا يا راه وليني شوف الله غالب والله الرزاق، فهمتي الله الرزاق. اذا ما توجداتش عندك الفلفله ممكن تستغني عليها، بصله وثومه ومطيشه وكملي الباقي. راهي تامه المقله ديالنا كتشحن بطبيعه الحال، انا راني كنقطع الفيش، ما تنصحش بانك تحنيه بحال الكفته، نو قطعيه هكا طريقه تشوفوا شنو لقيت في الهبره. قال لك فيلي، ردوا بالكم راه كيكون الشوك في الفيلي، واخا فيلي في الشوك تلقيت شي ثلاثه ولا اربعه هادي ولا حتى وليت هكا. شوفوا هاد خلاوة خوتي المصريين تحيه ليهم من هنا، شوفوا هاد التسبيكه مسبكه مشحره مزيان. المهم تشحرات لينا، حسينا بالماء ما بقاش في العصوص، تنضيفوا الحوت مقطع هبرة اللي توفر عندك ديال الحوت، واخا حتى السردين غادي يطلع هائل، ماشي كنقول لك واخا حتى السردين، السردين من اغنى السمك. هنا التتبيله عندي لقمه ديال الحوت، عندي لقمه ديال التاكو، عندي شويه ديال هذا الكاين بابر الملح، وبطبيعه الحال شويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار الملحه. اوهو علاش تاكو سيزني الملح بالمزيان، فيش سيزني انت هو ملح، يعني ما عندك علاش تضيفي الملحه، واخا صايمه راه ما غادي تذوقيش، ولكن ماشي مشكل ضروري نزيدو المعدنوس. انا كنفضل المعدنوس، ولكن ممكن ديري القزبور حتى هو كيعطي نسمة هائلة. هنايا في المول ديالي جبت تورتية ولا تاكوس تورتية، حطيتها في الفران، تعطيوها خمسة ديال الدقايق ما تفوتهاش كاع ما تفوتهاش. هنايا غادي جبت الفول مدمس، شريتو من الحانوت العرب وديرتو بالطريقة المغربية، المهم بصلة مشحرة وثومة كمون وتحميرة وشوية ديال النسمة ديال الحرور هي الكاين بابر، طبعا بحال زيت البلدية ما نساوهاش، خليها تشحر طيب على خاطرها. وغادي دوزو شوفوا الوردات ديالنا كيما جاب الله، شوفي كيما خرج لك الديكور، غير ديريها بحال الكويسات. انا درت هكايا المول الكبير، وهادو شاطولية درتهم في قولوا لهم نتوما طاسه ديال الكيك صغيره الميني كيك بان. اوكي تشحر لينا الفول، دفنا فيه نو القزبور، هاد المره هاد المره بغيت نسمع ديال القزبور في الفول. يلا بصحه قولي بسم الله اذن نو اللهم اني لقسمت وعلى رزقك افطرت، بك امنت وعليك توكلت، تقبل مني يا رب العالمين واغفر لي. يلا بسم الله بسم الله يلا تمارا نو نو واي واي. اليوم عندنا جرده خضراء، كل شيء خضر ما شاء الله، كل شيء بسيط، الخضرار والبساطه، الخضره والوجه الحسن. عندنا الحوت اللي درنا، وعندنا سيويد سلطه، عندنا سلطه فروت سلطه، عندنا العصير ديال الخيار والتفاح، درنا فيش تاكو، شي حاجه زعما داير هالكلام، وعندنا الفول المدمس على الطريقه المغربيه، وبصحتكم وراحتكم. ناقصه حاجه وحده، الهريسه. تقول هريسه ورزه الحرور او نو مي بي اتنشن نايس كاب. اني
need to fill in all the edges. How was your siyam? How was it? Good? ليه ما تتشم الماكلة؟ Why are you smelling the food? So oh. I can smell what it tastes like. Oh my god. You don't taste it and tell me what it was. How do I eat this? Big bite. There you go. You know how to do it. You are the first one who try it. How was it? See it. Boston. Tell me what you Boston? Boston. Give me an apple. Boston? Alhamdulillah. It's so good. Okay, what do you buenas taste? Noches. Buenas noches? Just kidding. Oh, look at she knows what to do. Bruh. You know what to do. That's my flour tortilla. It's not yours though. Not the flour. No, just the flour. Did you make it? Yeah, no. No. Huh. Then it's not yours. So what you tasting? Fish. Uh-huh. And fish. And fish, uh-huh. Mm. And a bunch of other stuff that I don't know the name of. Okay, yeah, the صحة والراحة. Look, look. Look, look. Yeah, the juice of it is perfect. It's really good cup.